بلاس. شو اللي جابك ربيع؟ ان شاء الله خير. تعال هون بلزمك. وين بجي انا؟ مالك شايفتيني مشغول باحوال الناس؟ روحي هلا وبعدين بجي. ما بروح، بستناك واستعجل لك شوي. انا جايه. تعال اشوف عم بحكي معك. مين مرة قايل لك ربيعة لما بكون قاعد على القهوة لا تطبي علي هيك؟ ما بدك تفهمي ولا كيف يعني؟ لا تواخذني لاص افندي، نسيت بين احطك مدير عني المكان. بكل الظروف هي المرة الأخيرة اللي رح انتهك فيها. لا ولو اندهيني منا مشكلة، بس مو على القهوة مو قدام الناس. طيب امك ليش بعت لي اياها؟ مين هو اللي بعتها؟ انا بعتها لامي؟ انا ما بعمل هيك شيء، ما بيجوز ربيعة. خلص لا تشتبه لاص، قال يعني ما بعرفك، بعرفك كثير كثير منيح، اوكي؟ هالقصة بيناتنا، ما بعرف شو يلي حشر امك بالنص. يعني مع كل هذا لساتن عم يجي لعندك؟ هلا بروح وبقلها ياما. وقف، كيف بتقولها انت؟ البالي بالي وانت واهلك شايلتكم من بالي. لك شغلاتك ليش جبت لي مجوهرات ذهب ولا جبت لي اواعي؟ صارف علي جوز قطع صابون وعبوه بارفيوم، مالهم حتى من جيبتك سارقون. وبزود لك هذا كمان لانه ما في شي بيربطني فيك، اوكي؟ شو معناته هاد ربيع الخاتم؟ الصابون؟ عملتي لي الخلع ربيعة؟ ربيعة؟ أنت فاتحة ما قريت علي قدام الناس جاي تقلي خلع؟ كنت رح أنسى مشان تتأكد إني أصيلة. لا شروب عيد 2000 ما بيستاهل وشك. إلك 200 عبيها بنزين وطير من حياتي، بعد عني. ربيعة أوعك تروحي. يلا تركني. بس ما خلص معك تعالي لهون. بعد عني. هوي خلص، الله وكيلك البنت مالها على بعضها، صابتنا العين. ربيعة بخلص مشاغلي برقيكي.